قال الاتحاد الأوروبي بأن خزان صفر باليمن معرض لخطر التسرب أو الانفجار ما يهدد بكارثة وشيكة. جاء ذلك خلال خطة تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي الذي يشكله الخزان صفر في البحر الأحمر. وأضاف الاتحاد بأن انفجار خزان صافر باليمن سيتسبب بكارثة بيئية في اليمن والبحر الأحمر، مشيرا في الوقت ذاته بأن خزان صافر في اليمن يهدد حركة التجارة البحرية العالمية عبر باب المندب. ووعد الاتحاد بتقديم 3 ملايين يورو لمواجهة تهديدات خزان صافر الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.